تمام الخامسة بتوقيت الجزائر مشاهدينا أهلا بكم. كل الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة شرق نيوز. وفي موضوع نقاشنا لنهار اليوم، نحو مراجعة الفوائد البنكية تشجيعا للاستثمار، ونجد في تفاصيل هذا العنوان أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونه كان قد طلب يوم الثلاثاء من وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية كلف خلال هذا الاجتماع كلف وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتماشى مع سياسة تشجيع الاستثمار. من جهة أخرى، كلف رئيس الجمهورية في نفس الاجتماع وزير الطاقة والمناجم بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونالغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج حسب نفس المصدر. مشاهدينا، هذا الموضوع سنناقشه مع ضيفنا مباشرة عبر سكايب، بروفيسور فارس هباش. أهلا بك معنا سيدي. مرحبا بك أستاذ فارس وبك السادة المشاهدين الكرام. أسعدت مساء سي هباش. بداية، نحن أمام حدث مفصلي في تاريخ الاستثمار والصيرفة والمالية بالجزائر. رئيس الجمهورية يأمر بتخفيض نسبة الفوائد بالبنوك، كيف، ما هو تعليقكم أولا على هذا الإجراء بحد ذاته؟ نعم أستاذ فارس، لما نتكلم عن هذا الإجراء الذي جاء بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية إلى كل من السيد وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية والمؤسسات البنوك المالية، طبعا هذا الإجراء جاء في إطار الانخراط في التوجه السياسة الاقتصادية العامة للجزائر نحو اقتصاد متنوع، نحو اقتصاد خلاق للثروة، نحو اقتصاد يرتكز على التنويع الاقتصادي ويرتكز على تشجيع الاستثمار ويرتكز كذلك على تنويع الاستثمار وكذلك على تنويع القطاعات الاستراتيجية خارج قطاع المحروقات. ومن ثم فإن الركيزة الأساسية للوصول إلى هذا المسعى وللانخراط والاندماج في هذا التوجه الاستراتيجي هو خلق بيئة استثمارية جذابة للاستثمار ومشجعة للاستثمار. ولعل أن كل النظريات الاستثمارية تؤكد أن من بين أهم العوائق الاستثمار هي تكلفة التمويل. واليوم لما نتمحص ونتمعن وندقق في واقع المنظومة الاستثمارية والبنكية في الجزائر، ربما نلاحظ أن هذه المنظومة لا زالت تعرف تراجعا وتخلفا كبيرا في الاستثمار، تعتبر مرتفعة بالنسبة للمتوسط الفوائد المعتمدة. كذلك نلاحظ أن هذه الفوائد كثيرا ما كانت عائقا كبيرا جدا بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للمستثمرين. ومن ثم فإن الفوائد الموجهة أو المفروضة على الاستثمار يعتبر أستاذ فارس هباش. نعم أستاذ فارس هباش، في نقطة أخرى، كم يبلغ حاليا مستوى الفوائد البنكية على القروض الاستثمارية في الجزائر؟ نعم أستاذ فارس، لما نتكلم عن الفوائد على أو الفوائد المفروضة على القروض الاستثمارية فهي ربما تتراوح ما بين 10% كحد أدنى إلى وصولا إلى 20% كحد أقصى، ويعتبر هذا المجال من الفائدة يعتبر جد مثبط وجد ربما عائق، يمثل عائقا كبيرا جدا للاستثمارات، ويعتبر كذلك من بين أهم العوامل التي أدت إلى عزوف المستثمرين وعدم قدرتهم على تحمل التكلفة الاستثمارية أو عفوا التكلفة التمويلية. كما أن من قبل أستاذ فارس كانت الخزينة العمومية تتحمل بعض الفوارق في معدلات الفائدة
الزائدة مع البنوك التجارية، ولكن لا بد من الآن أن البنوك التجارية أن تنخرط في هذا المسعى وأن تنخرط في إطار تشجيع الاستثمار وأن تكون التكلفة التمويلية تكلفة ذات مردودية اقتصادية بالنسبة وعليه سيد فارس هباش تشكل ذلك العائق بالنسبة للاستثمار. وعليه سيد فارس هباش اقتصاديا كم يجب أن تحدد نسبة الفائدة في البنوك؟ إذا نتحدث عن 20% فهذا النسبة هي نسبة ثقيلة على المستثمر، يعني نريد أن نعرف ما يجب يعني يفترض أن يكون، كم ستكون هذه النسبة في اعتقادك؟ نعم، أظن أنه في ظل الظروف الحالية أظن أن النسبة تتراوح ما بين 4 إلى 7% تعتبر نسبة مقبولة جدا كنسبة مشجعة على الاستثمار وكنسبة تضمن أن تكون التكلفة التمويلية تكلفة معقولة وتعطي تلك النجاعة والمردودية الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين. كما أنه من جهة أخرى أخ فارس لا نتكلم فقط عن نسبة الفائدة كأداة من بين أدوات السياسة النقدية الكمية، يجب كذلك أن نتكلم عن أدوات السياسة النقدية النوعية أو الكيفية، وهنا يجب أن التي تتماشى وتتوازى مع الجانب الكمي المتمثل في معدلات الفائدة. وهنا يجب أن نتكلم عن سياسة تأطير القروض أو ما يعرف لونكاد قمود كريدي. سياسة تأطير القروض مهمة جدا من خلال اختيار الجوانب الاستراتيجية والاستثمارات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لأن تكون رافدا من روافد التنمية الاقتصادية وإعطائها معدلات فائدة تحفيزية مقارنة إلى بعض الاستثمارات الأخرى. وبالتالي هنا يمكن أن نتكلم عن قطاع بعض الصناعات الغذائية التحويلية، نتكلم عن الفلاحة، نتكلم عن الطاقات المتجددة، نتكلم عن المشاريع الاستثمارية. كل هذه القطاعات يجب أن تعطى معدلات فائدة تحفيزية وتفضيلية لأن تضمن النجاعة التمويلية ولأن تكون فعلا ذلك الرافد الحقيقي والمعول الحقيقي الذي يمكن أن نستند إليه في إطار هذا التنوع الاقتصادي وفي إطار هذه الاستراتيجية الرامية إلى خلق التنوع والرامية إلى الفك التدريجي للتبعية البترولية. نعم أستاذ فارس هباش، هناك من يرى بضرورة الموازنة بين نسبة فوائد البنوك من جهة وبين مستويات التضخم من جهة أخرى، كبروفيسور في الاقتصاد ربما كيف ترون العلاقة بين هذين المؤشرين وكيف يمكن الموازنة بينهم أيضا؟ نعم، وهذا من المهم جدا، وربما هذه كذلك من بين الأهداف التي ارتكز عليها المسؤولون وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية في إصداء هذه التوصيات لتخفيض معدلات الفائدة على القروض الاستثمارية، حيث أن تخفيض معدلات الفائدة على القروض الاستثمارية معناه من الناحية الاقتصادية هو التخفيض في التكلفة التمويلية للمشروع الاستثماري، ومن ثم فإن تخفيض التكلفة التمويلية للمشروع الاستثماري معناه أن تنخفض الأسعار المنتجات النهائية، وهذا ما يحد من معدل التضخم، وهذا ما يشجع كذلك المؤسسات على الإنتاج وعلى مضاعفة الإنتاج من جهة، وعلى كذلك تخفيض وانخفاض الأسعار من جهة أخرى، وهي كلها عوامل لها ربما تأثير مباشر على معدل التضخم. وبالتالي هذا المعروض السلعي من ناحية الكمية ومن ناحية الكيفية ومن ناحية السعرية سيساهم بشكل مباشر في الحد من معدل التضخم، خاصة بالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية. أستاذ فارس هباش، في نقطة أخرى، عندما نتحدث عن الفوائد البنكية ونتحدث في نقاشنا هذا كذلك عن النسبة المحددة من قبل البنوك، هناك الكثير من يهتم بالصيرفة الإسلامية، وهناك الكثير أيضا ممن يطالب بإعادة النظر في الصيغة وتقديم قروض أو تقديم تعاملات بنكية إسلامية يعني تكون فيها هامش المرابحة أقل. وبالتالي هنا كذلك نقطة مهمة جدا أثرتها أستاذ فارس، وهي
قضية تنويع آليات التمويل المصرفي. لما نتكلم عن التمويل المصرفي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية وبالنسبة للاستثمار، هو يمكن أن نتكلم عن الجانب التمويلي التقليدي، وهنا نتكلم عن آلية ضبط وتخفيض معدلات الفائدة، ولكن يمكن أن نتكلم كذلك عن نوع آخر من التمويل المصرفي وهو التمويل الإسلامي. الصيرفة الإسلامية اليوم لا يخفى عليك أنها أخذت باعا وأشواطا كبيرا، ليس فقط في البلدان الإسلامية، حتى بالنسبة للبلدان الغربية أصبحت لها نوافذ خاصة للصيرفة والتمويل الإسلامي على مستوى بنوكيا. وبالتالي يجب أن نعمل على تفعيل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي للاستثمارات بالنسبة للجزائر. للأسف اليوم ربما كل أو معظم المنتجات المصرفية الإسلامية بالنسبة للبنوك، سواء البنوك التقليدية في الجزائر أو البنوك الإسلامية المتخصصة، تركز فقط على صيغة المرابحة، في حين أن الصيغة التي يجب أن نركز عليها بشكل كبير من أجل الانخراط والاندماج الكلي في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتطوير الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الثروة، هي الصيغ التمويل الإسلامي التي تعمل على تشجيع وتطوير الاستثمار، مثل صيغ المضاربة وصيغ المشاركة وصيغ الاستسماع وصيغ السلم وصيغ المزارعة. كل هذه الصيغ هي صيغ تمويلية موجهة مباشرة إلى الاستثمار، ولكن للأسف أن معظم البنوك الإسلامية اليوم تركز فقط على صيغة المرابحة، وهي الصيغة التي تضمن لها الحد الأدنى من المخاطر وتضمن لها أكبر عوائد استثمارية، ولكن يجب أن يكون هناك تدخل ويجب أن يكون هناك توجيه ويجب أن يكون هناك ترويج للمنتج للصيغ التمويلية المصرفية الإسلامية القائمة على تشجيع الاستثمار. أستاذ فارس هباش، أستاذ فارس هباش إليها سابقا، وخاصة المضاربة والمشاركة. نعم أستاذ فارس هباش، بغض النظر عن صيغة المرابحة، هذه الصيغة التي تعتمدها البنوك الجزائرية في تمويلها الحلال، هل الصيغ الأخرى أثبتت نجاعتها في العالم؟ هل الصيغ الأخرى أيضا تستوفي شروط القرض الحلال من جهة، ومن جهة أخرى ربما لماذا البنوك الجزائرية تخشى مثلا الرفع من سقف المغامرة والمخاطرة برأس مالها؟ نعم بكل تأكيد، لما نتكلم عن بقية الصيغ التمويلية الإسلامية التي أشرت، مثل صيغة المضاربة أو المشاركة أو الاستصناع أو السلم أو المزارعة، وهي صيغ موجهة كما أشرت مباشرة إلى مشاريع استثمارية سواء صناعية أو خدمية أو زراعية، أثبتت نجاعة بشكل كبير جدا في البلدان التي أخذت أشواطا كبيرا في اعتماد صيغ التمويل الإسلامي، وليس فقط كما أشرت في البلدان الإسلامية وحتى في البلدان الغربية. ربما ما يثني البنوك الجزائرية اليوم عن اعتماد هذه الصيغ والترويج بشكل فعلي لهذه الصيغ واعتمادها على أرض الواقع هو اتجاهها كما أشرت إلى الحد من مستويات المخاطرة، وإلى كذلك ذلك ربما عدم مغادرة ما يعرف بالمنطقة الرمادية أو منطقة الراحة التي ربما تضمنها صيغة المرابحة التي تعطي عوائد وتعطي كذلك عائد على الاستثمار جد مرتفع مقارنة إلى حد أدنى مخاطرة ضعيف جدا ويكاد يكون منعدم. وبالتالي أظن أن المخاطرة البنوك يجب أن تأخذ أكبر قدر من المخاطرة. المبدأ القائم على التمويل الإسلامي هو مبدأ المغنم بالمغرم، وبالتالي كلما كانت هناك مخاطرة أكبر كلما كان هناك ربحا وفائدة أكبر، سواء بالنسبة للبنك أو سواء بالنسبة للمشروع الاستثماري. وأظن أن هذه الاستراتيجية هي التي اليوم أن ترافق البنوك الجزائرية موازاة وتماشيا مع
تخفيض أسعار الفائدة، وبالتالي يمكن أن يكون لنا في المستقبل تمويل تقليدي على أساس سعر فائدة منخفض من جهة، وكذلك التنويع في مصادر أخرى تمويلية إسلامية، إلى كذلك إضافة إلى صيغة التمويل التأجيري، وكلها هو سياق سوف تنعكس بشكل مباشر على مضاعفة عدد المشاريع الاستثمارية، وكذلك على مضاعفة جدوى المشاريع الاستثمارية. الكثير من المشاريع الاستثمارية عرفت الكثير من العوائق التمويلية، وعرفت كذلك عدم قدرتها وعدم ضمانها لتحقيق النجاح الاقتصادية بسبب تلك التكلفة التمويلية الجد مرتفعة جدا. سيد فارس هباش، من 10% إلى 20%، فنحن نتكلم عن مجال خارج مجال النجاعة والمطلوبية. نعم سيد فارس هباش، نعم سيد فارس هباش، نقطة مهمة التي أشرت إليها، وأتمنى أن تجمعنا مواعيد أخرى كذلك سيد فارس هباش للحديث عن مختلف صيغ المتواجدة لضمان صيرفة إسلامية متعددة التمويل إن صح التعبير. شكرا لك أستاذ فارس هباش، كنت معنا مباشرة ضيفا في كل الأخبار.